بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل كان متوضئ ولم يدخل الخلاء إلا أنه أخرج ريحا، فهل يجوز له الصلاة مرة ثانية بالوضوء فهل يجوز له الصلاة رجل إيش؟ رجل كان متوضئ ولم يدخل الخلاء إلا أنه أخرج ريحا، فهل يجوز له الصلاة مرة ثانية بالوضوء؟ لا إذا خرج منه ريح انتقض وضوءه، لأن هذا حدث مثل البول والغائط ينقض الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء والصلاة. لكن الريح ما لها استنجاء، لكن الوضوء لا بد منه، أما الغائط والبول فلا بد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء لإزالة أثر الخارج. هذا الفرق بينهم، أن البول والغائط يحتاجان إلى استنجاء واستجمار قبل الوضوء، أما الريح فلا تحتاج إلى استنجاء ولا إلى شيء، وإنما يتوضأ على طول ويصلي.